بعد 13 سنة من خدمته في الشركة، مدير التكنولوجيا التنفيذي في فيسبوك يتنحى. الإعلان تم في تغريدة قال فيها إنه بعد 13 سنة في فيسبوك قرر التنحي من منصب مدير تكنولوجيا التنفيذي وتسليم الراية لخليفته، فالمدير وحدة مختبرات فيسبوك للواقع الافتراضي. هو لن يغادر الشركة بالكامل، بل سينتقل إلى دور بدوام جزئي، حيث سيركز على توظيف المواهب الفنية وعلى تطويرها وتحسين البنى التحتية للمشاريع والإشراف على تطور الذكاء الاصطناعي. هو أيضا أحد أكبر أصحاب الأسهم في الشركة أي فيسبوك، حيث يملك أكثر من 1,000,000 سهم تقدر قيمتها بنحو 360 مليون دولار.